العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المتفرد بالبقاء المتردي بالعظمة والكبرياء، وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه وسائر من اقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله نهارنا بكل خير وبركة، وجعل يومنا هذا وسائر أيامنا وليالينا عامرة بالعلم والإيمان والعمل الصالح، وهذا العمل وسائر أعمالنا خالصة لوجهه. آمين. يطيب لي في هذه السانحة المباركة وفي هذا اليوم من هذا الشهر الكريم الطيب المبارك أن أرحب بكم في هذه الجلسة الإيمانية التي أسأل الله عز وجل أن يجعل منها مستقرا لرحمته، وأن يجعل منها مبتغا للملائكة، حلقة من حلق الذكر التي جعل الله عز وجل من خلقه وملائكته ملائكة سيارة يبحثون عن حلق الذكر، كما أسأله أن يجعلها روضة من رياض الجنة، خاصة ونحن في أيام هي من نفحات الله عز وجل علينا. ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألا فتعرضوا لها. فمن رحمة الله بنا أن وفقنا وأنعم علينا بشهود رمضان، فصمنا وقمنا لله عز وجل، وها هي عشر أيام الرحمة تنقضي لندخل بعدها إن شاء الله في أيام المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أظلكم شهر كريم أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فقضيتنا ليس أن نصوم جوعا وعطشا، ولكن قضيتنا أن نحقق الصوم في حياتنا. فهذا الشهر لعامة الناس، لعامة الصائمين، هو 30 يوما معدودة من الجوع والعطش والسهر والتعب في قراءة القرآن، وبعدها تنفرج هذه الكروبات كلها، ونرتاح ونسعد بالطعام والشراب وباللهو واللعب، فنعود من رمضان كأنك يا زيد ما رحت ولا أتيت. لكن العارفون بالله عز وجل والمتحققون بطلب رضوان الله عز وجل لهم في ذلك مبحث آخر يختلف عن مباحثنا نحن التي نعيشها، ولهم في ذلك فهم آخر يختلف عن أفهامنا نحن التي نفهمها. فأهل معرفة الله عز وجل وليس العلماء. العلماء مرتبة أقل من مرتبة العارف. فالعارف بالله عز وجل هو شخص تجاوز مقام العلم
مر بمقام العلم ثم تجاوزه إلى مقام المعرفة. أحد الصحابة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ذات صباح فسأله وقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال رضي الله عنه: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارثة انظر ما تقول، انظر ما تقول، لا تتكلم هكذا، ولكن إذا قلت كلمة فعليك أن تفكر فيها جيدا، انظر ما تقول، إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال حارثة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنني إذا أصبحت لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح، أصبحت وقد استوت عندي الدنيا ذهبها ومدرها، وأصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارثة عرفت فالزم. عرفت، إذن أنت الآن يا حارثة لست في مقام العلم، مقام الإيمان هو العلم بحقيقة الغيبيات، أن هذه الغيبيات الجنة والنار والملائكة والعرش أنها حق، فنحن كلنا في مقام الإيمان نؤمن، يعني نعلم أن هذه الغيبيات حق، وأننا سوف نموت، وأننا سوف نرى هذه الأشياء بعين الحقيقة. أما حارثة رضي الله عنه وهو من أئمة العارفين بالله، تجاوز مقام العلم بهذه الغيبيات، فأصبح في ذلك اليوم وكأنه يرى هذه الغيبيات بعينه، وهذا مقام المعرفة، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. وأيضا المعرفة لا تكفي، وإنما لا بد من التزامها، فكم من أناس عرفوا وذاقوا طعم المعرفة ولكن عجزوا عن أن يلزموا. العارفون بالله عز وجل عندما قرأوا رمضان قراءة صحيحة وجدوا أن هذه الأيام المعدودات التي حدثنا عنها القرآن في سورة البقرة وهي 30 يوما ما هي إلا ذلك العيد الذي يفرح به عامة الناس. فالعيد كما قال أهل العلم ما سمي عيدا إلا لأن الإنسان يعود فيه إلى الله عز وجل. فالعيد في اللغة من العود والرجوع، ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه كان في يوم العيد يأكل طعاما خشنا جدا، أو هو سيدنا علي، فجاءه رجل وقال: اليوم يوم عيد وأنت تأكل هذا الطعام الخشن؟ فقال له رضي الله عنه: اليوم لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. إذن حقيقة العيد هو اليوم الذي تحقق فيه عودتك ورجوعك إلى الله عز وجل، وكل يوم لا ترجع فيه إلى الله، وإن كان هذه الغاية عيد الفطر فهو ليس عيدا، وإنما هو وبال عليك يوم القيامة وحساب وسؤال. ولكن كل يوم أنت تعود فيه إلى الله عز وجل، وإن كان يوما صعبا أنت فيه جائع
وعطش وساهر بالليل فهو لك عيد تفرح به لأنك تعود فيه إلى الله عز وجل. فالمحققون من أهل المعرفة بالله تعالى يرون أن رمضان بأيامه الثلاثين المعدودة إنما هو حقيقة العيد، لأنه حقيقة أيام يعود فيها المؤمن إلى ربه. فأنت بصومك وبقيامك وتهجدك وقراءتك للقرآن، وأنت بامتناعك عن المحرمات وامتناعك عن المكروهات، وبمحاسبة نفسك دائما في كل لحظة، كلما أردت أن تفعل شيئا تذكرت أنا في رمضان. أعجبتني هذه الفتاة أنظر إليها، لا أنا في رمضان، أريد أن أفعل شيئا محرما، لا تفعل، أنا في رمضان. إذن هذا يدل دلالة قاطعة على أنك أيها الإنسان عندك المقدرة الكاملة أن تحقق عبودية الله عز وجل في حياتك. فالله عز وجل يريدك أن تكون صائما وقائما ومتهجدا، يريدك أن تكون ممتنعا عن المحرمات والمعاصي والمكروهات، يريدك أن تكون في معيته. ولكن هل يكون هذا فقط بثلاثين يوما؟ بل الله عز وجل يريدك أن تكون هكذا دائما. ولهذا أهل المعرفة بالله عز وجل يرون أن حقيقة رمضان تبدأ في اليوم الأول من شوال. في أول يوم من شهر شوال يبدأ رمضانك أيها المسلم. وإنما كانت هذه الأيام المعدودات تدريبا وتمرينا، تتمرن فيها على طاعة الله عز وجل، وتمارس فيها قدرتك الحقيقية التي أودعها الله فيك على أن تكون عبدا كامل العبودية لله عز وجل. فتدرك وتتذكر رمضان إنما هو رسول للذكرى، رمضان هو رسول يذكرنا ويقول لنا يا أيها المسلم أنت قادر على أن تحقق العبودية الكاملة لله. وانظر إلى نفسك الآن، أنت في صيام، أنت في تهذيب للنفس، أنت في طاعة لله، إذن أنت قادر أن تكون هكذا طوال حياتك. فلماذا تحرم نفسك هذه النعمة، نعمة القرب من الله عز وجل، ونعمة الذل بين يدي الله عز وجل، ونعمة معرفة حقيقة الإيمان وحقيقة العبادة لله عز وجل، فتجعلها في ثلاثين يوما ثم تعود بعدها إلى معصية الله؟ إذن مطلوب منا ونحن نرجو أن نكون عبيد الله بحق وحقيقة أن نفهم هذه الحقائق، أن نفهم أن المقصود ليس أن تؤدى العبادة، ولكن المقصود أن تتحقق العبودية بعد أداء العبادة. فهذه الصلاة خمس أوقات في اليوم، وهذا الصوم ثلاثين يوما في السنة، وهذه الزكاة مرة في العام، أو هذا الحج، كل هذه شعائر هي بمثابة الرسل إليك أيها الإنسان، تذكرك بعهد الإيمان الذي واثقته مع الله عز وجل عندما كنت روحا في عالم البر وفي عالم الأرواح، عندما أخذ عليك العهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بل أنتم تعلمون هذا،
أنتم لستم غافلين عنه، أنتم تعلمون هذا اليوم. والحق عز وجل في سورة الواقعة يقول: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. نشأتك الأولى عندما كنت روحا في عالم الذر وفي عالم الأرواح، وعندما أخذ عليك العهد والميثاق أن تحقق العبودية لله عز وجل. ها أنت اليوم نزلت من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح الذي نسميه بعالم الشهادة، لأننا نحقق فيه الشهادة التي شهدناها عندما كنا أرواحا في عالم الأرض. فالحق سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن جعلنا في هذه الدنيا من أجل تحقيق ذلك العهد والميثاق، وأعاننا بمذكرات كثيرة سبحانه وتعالى. أنتم تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء في مثل هذا الشهر، في شهر رمضان، عندما جاءه جبريل وقال له اقرأ، فكان يقول: ما أنا بقارئ، وفي رواية: وما أقرأ. فيغطه ويضمه إليه غطة شديدة ثم يرسله ويقول: اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ. تذكرون هذه القصة وتعلمونها جيدا، ولكن أسألكم سؤالا: هل كان جبريل عليه السلام وهو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة اقرأ، هل كان سيدنا جبريل عليه السلام يحمل كتابا أو مذكرة أو صحيفة ويقول: يا محمد اقرأ؟ التاريخ والآثار والروايات لم تذكر لنا أبدا أن جبريل عليه السلام أعطى النبي ورقة أو صحيفة ليقرأها. والسبب في ذلك واضح، لأن جبريل يعلم عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا، فهو لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. إذن كيف يأمر الله عز وجل نبيه بالقراءة وهو يعلم أنه رجل أمي لم يتعلم القراءة والكتابة؟ هل وقفنا عند هذا السؤال؟ كيف يأمر الله النبي بالقراءة اقرأ؟ بل ويكون هذا أول أمر من الله عز وجل لهذه الأمة اقرأ، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة والكتابة، بل من إعجازه وأول معجزة له أنه أتى بالقرآن مقروءا بأفصح اللغات ولم يكن يتعلم القراءة، وكان يقول: ألف لام ميم طاسين. الرجل الأمي إذا أراد أن ينطق بالحرف فهو لا يقول سين، يقول سا تا با. أما المتعلم فهو يقول باء ألف هاء صاد. إذا من أين تعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالحروف كما ينطقها المتعلمون؟ ولا ننسى أن المتعلمين في ذلك الزمن كانوا قلة من الناس. الذين تعلموا القراءة والكتابة كانوا قلة. إذن الشاهد هو سؤالنا: كيف يؤمر عليه الصلاة والسلام بالقراءة وكان رجلا أميا؟ إذن نكمل الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونضع تحت كلمة خلق خطين عريضين: اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة عندما عرفها العلماء قالوا: القراءة
هي إمرار النظر على رموز مرسومة تدل على كلام منطوق. فأنت عندما تنظر بعينك إلى هذا الرمز المرسوم هكذا وتقول ألف، أو هكذا وتقول سين، إذن أنت مررت بعينك على رمز مرسوم، هذا الرمز رسموه ليدلك على كلام منطوق. فالخلق والكائنات الذي أوجدها الله عز وجل في هذه الدنيا هي عبارة عن رسوم. هذه الرسوم ننظر إليها ونمر فيها بنظرنا لنقرأ منها لا إله إلا الله. فأول مذكرة للإنسان عندما نزل إلى عالم الشهادة، أول مذكرة ترجعه إلى قضية الإيمان هو حركة الكائنات في هذه الحياة. فكل مخلوق وكل كائن يتحرك ويسكن على نظام ومنهج وقانون يسير عليه. فالإنسان ينظر إلى هذه الحركة المنتظمة وهي التسبيح الذي أشار إليه الحق بل ونص عليه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبح ليس معناها سبحان الله سبحان الله، لا، لكن التسبيح في اللغة هو الحركة السريعة المنتظمة. فالكائنات كلها تتحرك حركة منتظمة، وانتظامها هو التزامها بالمنهج والقانون الذي وضعه الحق عز وجل لها. فيكون نظر الإنسان إليها اعتبارا يذكره بأنه كذلك. يقول: أيها الإنسان، أنا كذلك مثل هذه الكائنات، لا بد أن أتحرك وأسكن على وفق المنهج الذي أراده الحق سبحانه وتعالى لي. فهذا أول رسول هذه الكائنات بحركتها المنتظمة، أول رسول يذكرك بقضية الإيمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا حسن الفهم. ولعل الزمن يعني تأخر بنا قليلا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا كما يحب عز وجل ويرضى عنا، وأن يتقبلنا على كل حال، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا في سائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكل ما تحب أن تسأل ويتوسل به إليك، أن لا تركنا خائبين، وأن تفهمنا رمضان، وأن تخرجنا منه كما تحب وترضى عنا، وأن ترزقنا ليلة القدر، وأن ترزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي ومولى قلبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.